اليوم انا مع الجميله الاولى نور. يا عمري نور ما بتصدقي قد ايه حبيناكي عن جد عن جد. والانسه هون المدموزيله الانسه بنين ستارز اللي شكله احنا ما لنا غير بعض في دبي. عن جد حبيبتي نور الله يكرمك يا رب, وعن جد شكرا على حسن الاستقبال بكل الايام اللي طافت. اوكي وحبيبتي بنون, وعن جد شكرا لخالته. طبعا خالته بتحبي خالته اكثر منها. بالضبط انا بحب خالته. اوكي حكيت لها بوجه لا صح. الله يسعدكم يا رب. وصلوا الجميلات طبعا بنين اختي لو ما بتعرفوا بانا هبة أمل صبا شمعة مش شمة اللي شاف اللي شمعة اللي شاف فيديو مبارح بيعرف شو شمة وآلاء أبو فهد. عنا الجميلة أمل, شو هالحلاوة هاي, شو هالجمال هذا, كيف شو هالحلاوة هاي. شو بدك تقولي لماما؟ صراحة شفت له شيء حقيقي. انا بحب خالته نور اكثر من افخم يعني حتى انا بعرف اعرفها انا بتجنن وعزاز بس اكثر بحبها اكثر. شايفه سامعة ماما بحبوكي. ماما طلعت نحلة وجابت اليوم احنا في مضارب آل ستارز. اسمعوا عسل عسل ما بعرف اني انا عم بصور, ما بعرف اني كنت حصور ستوري ابدا بس الاء ابو فارس في قمة الحزن, صبا العروس الله هلا والله هلا والله هلا هلا هلا. طبعا هي ثيرد مين تبعكم؟ لا ما صحباتي انا طبعا احنا طالعين طلعه بس هو النار بس مش فيها هو انه روح عن جد حيروح.